مساء الخير. وهيجي منين الخير؟ انت هنا بتعمل ايه يا استاذ؟ كنت جاي عشان ازاي دخلت هنا يا استاذ؟ انا جاي. انت بتعطلني يا استاذ، عايز ايه؟ طب ما عايز ايه يا ابني؟ اديني فرصه اقول لك. انت مش مديني فرصه اتكلم. النور قطع عندنا في البيت، وانا جاي عايز اعرف النور هيرجع امتى. ما هو لما يجي هبقى اقول لك. طب ما هو لما يجي، ما انا هبقى اعرف. انا عايز اعرف مده قطع النور هتستمر قد ايه. انت مؤمن بالله يا استاذ؟ بالتاكيد طبعا، الحمد لله. وتعرف ان هو وحده بس اللي يعلم الغيب. ونعم بالله. بس انت شغال في شركه الكهرباء، يعني اكيد عارف النور هيرجع امتى. انت شكلك فهمك على قدك يا استاذ. ده اللي هو انا. ماشي. هو انت بتشتغل ايه؟ بص، انا مش هخش معاك بقى في سكه ان انا عالم وكده، عشان الكلام ما ياخدش منحى التريقه والجو ده. انا هجيبها لك من الاخر. انا ممثل. ودي باروك على فكره. ودي باروكه. وده بالطو. وده بالط. وانا وسيم جدا من الاخر. وسيم جدا من الاخر جدا. طب هل ايه يا عم انت كنت تعرف ان احمد السقا مات في اخر فيلم ابراهيم الابيض؟ هل ايه يا عم كنت تعرف ان محمود حميده شبح في فيلم اسف على الازعاج؟ بص، هو مبدئيا انا عجباني الدخله بتاعتك دي، او مقنعه جدا. وثانيا بقى، اكيد المؤلف يعرف كل الاجابات عن كل الاسئله اللي انت سالتها دي. وعايز اقول لك ان انا مش مهتم باي حاجه من الكلام ده. انا كل اللي يهمني دلوقتي عايز اعرف النور قطع في بيتنا ليه. تقدر تفيدني بحاجه ولا لا؟ هدعي لك يا استاذ، هدعي لك. يا ابني تدعي لي ايه؟ هو انا جاي ازور امي. طب وليه الغلط ده يا استاذ؟ هو احنا قطعنا النور عشان بنخفف الاحمال، كويس كده؟ تخفف الاحمال ازاي؟ ده احنا في اول الصيف ولسه لا في احمال ولا زفت. ما هي دي الاوامر. وبعدين ما تطولش كتير عشان ما يبقاش اعتراض على النظام اللي بيسهر على راحتنا. لا 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 لا. وتروح ورا الشمس. اها اها، النور جه. قشط عليك. يلا استاذن انا بقى. ايه يا استاذ؟ يا استاذ ايه؟ فين حلاوه اني رجعت لك؟ يا ابني حلاوه ايه؟ انت رجعت حاجه، النور رجع لوحده. وبعدين لا، اقف عندك بقى. لو عايز تخش بقى في سكه العوق والخناقات والجو ده، لا، احنا عندنا وحش. اروح وارجع ابعت لك الواد عبد السلام يروقك. طب امشي. ماشي. امشي بدل ما احبسك بتهمه سب موظف اثناء تاديه عمل. اوكي امشي. ماشي حاضر. امشي.